حاجة منتشرة جدا جدا في الفترات الأخيرة وفي الزمن الأخير، ولطغيان المادة على كل شيء في حياتنا زادت جدا جدا، وبقينا مش عارفين ايه الحل فيها. هتكلم النهاردة على موضوع الفساد. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفساد يعني زاد وانتشر بطريقة غير طبيعية. كمان المشكلة الكبيرة دلوقتي إن الشخص الفاسد أو الموظف الفاسد أو المسؤول الفاسد لازم يفسد كل اللي حواليه علشان يكون مفيش حد أحسن من حد. اللي بيدخل في الطريق ده، طريق الفساد، ما بيقدرش يرجع. البداية بس هي بتكون صعبة، بعد كده خلاص الموضوع بيكون سهل جدا بالنسبة له. بداية الحرام أصعب شيء، وتقبله بيكون صعب في البداية، وبعد كده الموضوع خلاص بيبقى معتاد والشخص اعتاد عليه، سواء إذا كان موظف، سواء إذا كان مسؤول، سواء إذا كان الكلام ده كله مش كويس ومش مظبوط. ومفيش دين من الأديان قال إن في حد لازم يبقى كده. الأديان كلها بتقول إن الناس ما ينفعش تبقى كده، ما ينفعش يكون مرتشي، ما ينفعش يكون موظف أو مسؤول فاسد. ولكن للأسف، للأسف الشديد، ده اللي بيحصل. كمان المشكلة الأكبر زي ما بقول لحضراتكم كده، اللي بيكون فاسد لازم يفسد الكويس، لأن الكويس مش هيكون ليه مجال أصلا جنبه أو معاه، بالتالي مش هينفع ده مع ده. ليه ما بيصلحش اللي هو الشخص الكويس الإنسان الفاسد؟ لأن أصبح عدد الفاسدين والفساد خلاص بقى كتير جدا أكتر من الناس الكويسة. المشكلة الكبيرة زي ما بقول لحضراتكم كده، اي واحد فاسد في اي موقع، في اي مسؤولية، في اي حاجة، لازم يأثر على اللي حواليه. في قصة جميلة جدا وفي منتهى الإثارة بتدل على ان الانسان اللي هو الفاسد هو اللي بقى كأن هو الطبيعي، هو كده كأن الحياة هي بقت كده. يعني اللي بيبقى كويس او اللي يكون مش فاسد ويكون سليم وتمام ومظبوط هو الغريب في الدنيا، او هو اللي كأن هو اللي بقى على راسه بطحة زي ما بيقول، مع ان هو مش كده. حصل مطاردة لثعلب، حب يعني ياكل فريسة او كده. المهم الثعلب ديله اتقطع، فلما ديله اتقطع فكر، واحنا عارفين طبعا الثعلب ماكر ومكار دايما ومخادع، فكر في حيلة انه ازاي يبقى في وسط الثعالب اصدقائه او اصحابه ما يكونش هو الوحيد اللي يضحكوا عليه او يستهزئوا بيه، لان ديله مقطوع هو الوحيد يعني. فاقنع ثعلب تاني، قال له ديل المقطوع ده انا اللي قاطعه، لان ده اجمل بكتير وهيبقى شكلك افضل كتير، فحاول تعالى حاول اقطع ديلك علشان تكون بالوضع الجميل ده، وده وضع افضل، وانا بتمتع جدا بديلي المقطوع ده، ان مفيش ديل، وانا متعتي وفرحتي وسعادتي كلها ان مفيش ديل. اقنع الثعلب ان يقطع ديله. الثعلب التاني لما قطع ديله حس بألم شديد جدا، لكن دار عنه الألم ده علشان ما يحسسهوش انه في مشكلة، وقطع ديله وعمل انه مبسوط. وهما الاتنين اقنعوا ثعالب تانية علشان انها تقطع ديلها، فاصبح في عدد كبير من الثعالب ديلها مقطوع في وسط الثعالب يعني، او المجتمع بتاعهم يعني، اصبح هو اللي عددهم بقى اكتر، لدرجة ان اللي بقى ديله سليم هو كأن بقى هو اللي منبوذ في المجتمع ده، وكأن هو الغريب، وكأن هو اللي مش طبيعي في المجتمع بتاعهم. فكان كل اللي ديلهم مقطوع هم تعبانين ومتضايقين ومش مبسوطين، ولكن كانوا بيتظاهروا قدام الباقيين ان هم
الصح وان هم الكويسين. نفس الوضع بالظبط عند الفاسدين. تدخلوا حضراتكم في اي مصلحة، في اي شركة، في اي عمل، في اي حاجة، الفاسدين كلهم تلاقوهم متحدين مع بعض ضد الناس اللي هي الكويسة، علشان يطلعوا الناس الكويسة هم المنبوذين، هم كأن هم اللي مش كويسين، وكأن الكويس ده بقى عار. وطبعا الكلام ده مش حقيقي، الفاسد هو اللي عار، والفاسد ده جزاؤه عند ربنا كبير، وفي الأول وفي الآخر هيجي يوم يتحاسب فيه كل واحد على فساده وعلى اللي هو أخده بدون وجه حق، لأن الفساد زاد جدا جدا جدا، والناس تعبت من كتر الفساد. فحبيت بس يعني أتكلم في الموضوع مع حضراتكم، وإن شاء الله يكون لنا فيديو قادم بإذن الله، وندعي ربنا كلنا للفاسدين بالهداية، إن ربنا يهديهم ويرجعوا لطريق الصواب والطريق السليم والطريق الصحيح. أتمنى إن شاء الله يكون لنا لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم بخير إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.